أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة أنا سامي بعنوان من هالمال حمل جمال. شوفوا أخواني، شوفوا هذا النائب يمثل تيار إسلامي، أحد الأحزاب الإسلامية، يمكن اسمه عمار طعمة. إيه عمار طعمة هذا، شوفوه يمثل تيار إسلامي وحزب إسلامي، قاعد بمؤتمر وهو نائم. ما أدري يعني، يمكن بالحلم تجي الإرشادات والتوجيهات والملاحظات. صدق لو قال المثل من هالمال حمل جمال. يسعد صباحكم، صباح الورد والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. كتبوا آراءكم واقتراحاتكم واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك، ومع ألف سلامة.